السلام عليكم ورحمة الله. ده كتاب التفوق، كتاب المراجعة النهائية ثالثة ثانوي في مادة الأحياء. الكتاب ده من أكثر الكتب المطلوبة، التفوق في الأحياء والتفوق في الكيمياء، ومطلوب جدا جدا. الكتاب عبارة عن جزئين، ده الجزء بتاع كتاب المراجعة، والجزء ده فيه أسئلة الاختيار المتعدد، وكمان أسئلة المقال والتفسيرات التفصيلية، وكمان فيه الإجابات. الملحق ده بيجي مع الكتاب وبيكون مجاني مع الكتاب الكبير، مليان بقى اختبارات وتفسيرات تفصيلية للأجزاء اللي محتاجة تفسير، وكمان فيه الإجابات النموذجية لكل الكتاب الكبير. تمام، الكتاب ده فيه المراجعة النهائية، وتعالوا نشوف محتوى ايه من جوه. اهو ده الكتاب. الكتاب طبعا فيه تطبيق، بيعرفنا هنا ازاي ندخل على التطبيق ونتبع الخطوات دي، علشان خاطر التطبيق بيحل الكتاب كله خطوة بخطوة، وبيذاكر مع اولادنا الكتاب خطوة بخطوة. الكتاب فيه 10 نماذج امتحانات على المنهج كامل، كل دي نماذج امتحانات للثانوية العامة سنة 2021 و22 و23، وجايبهم سنة سنة، ونماذج كتير جدا جدا. ده كمان التطبيق بيساعد على حل الكتاب جزئية جزئية، ومدرسين متخصصين في المادة بيشرحهم الكتاب وبيجاوبهم إجابات نموذجية لكل جزئية. كتاب التفوق في الأحياء، وموجود منه كمان التفوق في الكيمياء، موجود من خلالي عندنا شحن لكل مكان، الإجابات مدعمة في الأبليكيشن بتاعة الكتاب، وبعض الإجابات برضو في اللي هو الكتاب الصغير اللي مع الكتاب. سلسلة التفوق من أهم السلاسل اللي بتبقى موجودة في الثانوية العامة أهو، وكل دي نماذج الامتحانات السنين بقى كلها من أول 2021 لحد 2023 الثانوية العامة. الكتاب عامل سعره 220 جنيه.